الوضع الاقتصادي في مصر كان البطل الرئيسي لعام 2016. الدولة في عز ما كانت بتبني نفسها وتتجه نحو المشروعات التنموية، ظهرت قدامنا أزمات لم تكن في الحسبان، ما بين أزمات سياسية وحوادث إرهابية، وتقريبا توقفت حركة السياحة، وبعض الدول اللي كانت بتحاول ولسه بتسعى إنها تكسر عزيمة المصريين. الأحداث دي طبعا انعكست بالسلب على الملف الاقتصادي في مصر، يعني كل حاجة تتعلق بلقمة العيش اتأثرت. طبعا عندنا مشاكل التموين والدعم والأسعار وحاجات تانية كتير جدا. الحكومة اضطرت إنها تلجأ لقرارات صعبة ومؤلمة، وفي المقابل كان في زيادة شديدة جدا في الأسعار. لكن الحقيقة اللي لازم يتقال إن المصريين رغم اكتوائهم بنار الزيادات والشكوى المرة، إلا أنهم وقفوا جنب بلدهم وجنب نظامهم. وضيفي النهاردة الدكتور علي المصلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، واحد من المسؤولين المتفائلين اللي شايف أن كل ده طبيعي جدا، وأنه نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة. هنقرأ ما وراء أحداث 2016 وما نتمناه لمصر في 2017. مساء الخير يا دكتور، وحضرتك منورنا. مساء النور ومساء الخير على كافة المشاهدين، وبننتهز الفرصة وإحنا في قدوم نهاية 2016 وبداية 2017، وبنقول للإخوة المسيحيين كل عام وهم بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ولكل المصريين كل سنة وإحنا طيبين، وإن شاء الله 2017 أفضل بكثير مما مررنا به في 2016 يا رب إن شاء الله. الحكومة أعلنت عن تنقيب بطاقات التموين لتوصيل الدعم لمستحقيه، ووضعوا معايير لمستحق الدعم من خلال لجنة تضم تقريبا 5 وزارات. طبعا ده فتح باب للجدل بين المواطنين وتخوفات من خروج بعض الفئات من هذه المنظومة. من هم مستحق الدعم؟ وهل البرلمان اطلع على آليات تنقية هذه البطاقات؟ ده اللي هنعرفه من معالي الوزير. أهلا بيك. طب الأول نبتدي بس نتيجة المقدمة بتاعتك شيقة جدا، ونقول إن عام 2016 مرينا بصعوبات كبيرة، والحق يقال زي ما حضرتك تفضلت، الشعب المصري أثبت أنه يستطيع أن يواجه التحديات حتى يكون لنا مستقبل أفضل. الجميع من اللي سمعنا يعلم جيدا زي ما حضرتك قلت في المقدمة أن احنا بنمر بأزمة اقتصادية، كل واحد في الشارع وكل مسؤول يعلم ذلك، فاهم. وحضرتك قلتها باختصار جدا، أحد أسبابها ضعف العملة الصعبة أو الاحتياطي النقدي الأجنبي. نعم. وإحنا بنستورد أكتر ما بنصدر. نعم. وبالتالي الميزان معكوس لصالح الاستيراد، إذا عندنا طلب على العملة الصعبة أكبر مما هو مطلوب. بالإضافة إن إحنا مرينا بأربع سنين من 2011 لغاية السنة اللي فاتت أو 3 سنين تقريبا العجلة كانت واقفة، وبالتالي كل استهلاكنا كان من الاحتياطي، عشان نبقى نقول كان عندنا 38.5 مليار دولار، ثم بالإضافة للمنح والقروض اللي خدناها، ومع ذلك بدأنا هذه السنة باحتياطي 15.5 مليار دولار. فكان من المهم ان احنا نوقف هذا النزيف ونأخذ قرارات اقتصادية صعبة حاسمة بجد. عارف لما تيجي تعيد هيكلة منظومة، إعادة الهيكلة غير ان انت تصلح حاجة او تتواءم مع حاجة. فالعام الماضي انا من وجهة نظري الحمد لله انه هو قارب على الانتهاء، ولكن اهم القرارات الاقتصادية اللي اتخذت منها تعويم الجنيه، والناس بعض الناس اللي سمعاني هتقول لي جاب لنا ايه خير، وما مش عملية جاب لنا ايه خير، منع عننا ضرر ان لن يكون هناك استثمارات في هذا البلد سواء محلية او اجنبية بسبب وجود سعرين. مين هيحسب على اي مشروع؟ دي نقطة بس عشان بس الناس تبقى مع بعض. تاني نقطة وهي رفع الدعم عن المحروقات. موضوع الدعم والناس اللي بتتكلم ان الدعم 70% للاغنياء في المحروقات مش في دعم السلع التموينية او دعم العيش فقط. فبالتالي كان مهم جدا إعادة صياغة هذا البند، والحمد لله تحملناه. الأهم من ده إن هناك مشروعات في البنية الأساسية، نفسي الناس ترجع سنة ونص سنتين كده
ونشوف الكهرباء اللي كنا بنقعد فيها دي، وفي رمضان مش اللي فات اللي قبليه كان وقت بعد الفطار الدنيا ضلمه ولا كويسه؟ صح. فاذا حصل طفره في البنيه الاساسيه من كهرباء لطرق لمدن جديده، لو سبنا الحيز السكاني بما هو عليه الان واخرنا المشاكل اللي فيما بعد، كل ما بتاخر مشكله كل ما بيصعب حلها. صح. وبالتالي هناك حقيقة بنية أساسية قابلة للاستغلال تم عملها من نص 2015 و 2016. كل هذه التكلفة طبيعي الشعب دفعها، مين اللي هيدفعها؟ وهضيف على ذلك بعض الصيانات اللي حدثت في البنية التحتية اللي اتدمرت من 2011 لغاية نهاية 2013. بالظبط. في صيانة حدثت ليها وكباري شغلانة. وبالتالي إن شاء الله العام القادم هو عام خلق المناخ المناسب لاستفادة من هذه البنية الأساسية.